نلتقي بالسيد مدير الشباب والرياضة لولاية جلفة لنقل بعض الانشغالات أو الوسائل أو المشاريع المهمة التي استفادت منها ربوع هذه الولاية الكبيرة هذه. سيد المدير، أولا ما هي أهم المشاريع التي استفادت منها الولاية؟ شكرا. بالنسبة لولاية جلفة، في عام 2019 استفادت الولاية من برنامج كبير وكبير جدا في إطار صندوق البلديات لهذه السنة، استفادت من 53 ملعب جواري مشوشة عبر تراب الولاية، إضافة إلى ذلك 24 ملعب بلدي راح يتم وضع العشب الاصطناعي لهذه الملاعب، وبهذا العدد تكون كل البلديات، جل البلديات الموجودة على تراب الولاية عندها ملعب بلدي معشوشب اصطناعي. هذا بالنسبة للملاعب. بالنسبة للمسابح، استفادت الولاية ب 18 مسبح مغطى بقيمة، يعني القيمة تاع المسبح الواحد هي 13 مليار سنتيم. إذا البرامج هذه استفادت من الولاية منها في إطار صندوق الجماعات المحلية. هذا برنامج ضخم وانطلقت فيه الأشغال، كاين ملاعب انطلقت فيهم الأشغال، كاين المسابح اللي راهم تمت الدراسة تاعهم وتمت يعني تمت حتى الإجراءات الإدارية تمت، راح ينطلقوا في الأشغال مباشرة بعد هذه الأيام، هذه راح ينطلقوا هما تسير تاع مديرية التجهيزات العمومية اللي راح تسير هذا البرنامج. كذلك ولاية الجلفة استفادت من ملاعب معشوشة طبيعيا بالنسبة لدار الشيوخ وسيدي العجل، هذه قطاعية. إذا هذا مجمل المشاريع اللي راح تنطلق فيها الأشغال مباشرة في هذه الأيام. إذا فتت إلى ذلك، فإن قطاع ثاني كذلك في برنامج الرضاب العليا استفاد من ثلاث عمليات هامة، وهي العملية الأولى هي ترميم المؤسسات الشبانية الرياضية عفوا بمبلغ 10 ملايين سنتيم، كما استفادت بإعادة الاعتبار وإعادة تجهيز المؤسسات الشبانية بمبلغ 20 مليار سنتيم، إضافة إلى 10 ملاعب صغيرة في راح نوضعها في المركبات الجوارية بالعشب الاصطناعي. إذا هذا برنامج آخر يضاف إلى البرنامج الأول. إذا تشوفوا المبالغ اللي رصدت لهذه الولاية، لأول مرة في يعني شفنا الدولة رصدت أموال باش ننجزوا كل هذه المشاريع. سيد المدير.